أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، وستشاهدون في هذه الحلقة: وزارة حقوق الإنسان ومحافظة تعز تكرمان الحقوقية إشراق المقطري، وفاجعة دار رعاية المسنين في عدن وأصداء وجعها، وأيضا برنامج The Voice Kids في عيون اليمنيين، وملكة جمال الحرب اليمنية، تفاصيل صغيرة تحوي اليمن الكبير، وفي ألت شيفت المرأة اليمنية في يومها العالمي، وأخيرا في تاتش للرجال: كيف سيكون شعوركم إذا استطعتم مشاركة زوجاتكم إحساس ركلات الجنين؟ كل هذا والمزيد في حلقة اليوم من كيبورد، فخليكم معنا. برزت خلال الفترة الأخيرة العديد من الوجوه الحقوقية الشابة كنتيجة طبيعية لما تمر به البلد من ظروف صعبة تشهد أكبر موجة انتهاكات للحقوق والحريات. وكان من أبرز هذه الوجوه المحامية والناشطة الحقوقية إشراق المقطري، فلا يوجد جبل من جبال تعز وأوديتها ومنظماتها إلا وتعرف إشراق، ولا تظاهرة أو لقاء حقوقي إلا وكانت حاضرة فيه، ولا منبر لإيصال قضايا وهموم وأوجاع الناس إلا وارتفع فيه صوتها. ومن هنا جاء اختيارها من قبل وزارة حقوق الإنسان ومحافظة تعز كإحدى رائدات العمل الحقوقي في اليمن، وتم تكريمها باحتفائية خاصة أقيمت هذا الأسبوع في مدينة تعز الصامدة بجهود إشراق وأمثالها. ما إن جاء خبر التكريم حتى احتفى الكثير بهذا الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي. انتقينا لكم جزء بسيط من هذا الاحتفاء بإشراق من خلال بعض المنشورات، ونبدأ بمنشور الناشط محمد سعيد. محمد سعيد الشرعبي كتب: هي إشراق فضل كالشمس تشرق مع الشعب حين يرتعد الرجال، وحين يغيب نجوم الشاشات ويهرب كل أبطال الكواليس. هي واحدة مننا، معنا في قلب تعز، معنا في درب التحرر، معنا في كل الجبهات. وأرفق منشوره بصورة إشراق. منشور آخر للناشط محمد الأغبري. محمد أيضا كتب على تكريم إشراق. محمد كتب في صفحته: إذا تحدثت عن الشجاعة، عن الحقوق، عن الحرية، عن النضال، عن الثورة، عن الإنسانية، عن القيادة النسائية، عن الكاريزما، كل هذه الصفات تجتمع بقلب تعز النابض القيادية والأخت العزيزة إشراق فضل. ألف ألف مبروك تكريم الأخت إشراق المقطري رائدة النضال الإنساني والحقوقي في اليمن. كثيرة جدا هي المنشورات التي كتبت لإشراق تهنئها وتشيد بهذا التكريم، وهذا ما دفع بإشراق للرد عن طريق منشور بصفحتها. نشوف منشور إشراق وماذا كتبت ردا على كمية التهاني التي احتفت بتكريمها كرائدة للنشاط الحقوقي في اليمن. إشراق كتبت: لا شكر ولا تكريم للقضية والمبدأ، فهما خيار من قرر العيش بهما في الحياة. هذه قناعتي. شكرا ائتلاف الإغاثة الإنساني على لفتتكم، وشكرا محافظنا علي المعمري الأب والأخ على تقديره. الامتنان هو لكم رفاقي شباب وشابات تعز، فقد أزلتم غربتي ولم تفرقنا المسافات. وفي ذكرى وجع تعز وصمودها المتزامنة مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة، فإن أروان وشعاب طالوق مليئة بالصداقات والوقفات بطوابير الدحي يكتبنا أساطير. كان هذا هو رد إشراق المقطري، وهي التهنئة لك من أسرة قناة بلقيس. وما زلنا في أجواء التكريم والعمل الإنساني، وننتقل إلى صورة مشرفة أخرى، وهذه المرة من صنعاء. رجل مرور قضى عمره بالتفاني لعمله حتى أصبح رمز من رموز رجال المرور التي يضرب بها المثل في الإخلاص والالتزام. إنه العقيد أحمد مفتاح، والذي وافته المنية هذا الأسبوع ورثاها الكثير. اخترنا لكم منشور
صورة زميل المصور فؤاد الحرازي الذي وثقت عدسة كاميرته الفقيد مفتاح أكثر من مرة في موقع عمله. فؤاد كتب يرثي العقيد مفتاح، نشوف منشور فؤاد. فؤاد كتب: من منا لا يعرف هذا الشرطي العظيم، ظل يؤدي واجبه في خدمة وطنه ومجتمعه في حر الشمس وبرد الليل. إنه العقيد أحمد مفتاح، انتقل إلى رحمة الله، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته. نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخ محمد أحمد مفتاح وأخوانه وكافة آل مفتاح، رحم الله ميتكم وأسكنه الله الفردوس الأعلى. وأرفق فؤاد منشوره ببعض الصور كما قلنا لكم التي وثقتها عدسة كاميرته. هذا هو رجل المرور الذي يضرب به المثل في صنعاء. وهي لكم من أسرة قناة بلقيس واليمن التي أفنى عمره في الإخلاص بخدمتها. وننتقل الآن من صنعاء إلى عدن. عدن الموجوعة والمكلومة في أمنها واستقرارها وحتى فرحتها بالتحرير، والتي ما تكاد تتنفس السعداء حتى تعاودها الغصة مرة أخرى. وهذه المرة فجعت في حادثة إرهابية جديدة في دار رعاية المسنين في الشيخ عثمان، حادثة بشعة بكل ما تعني الكلمة. استهدفت مجموعة ممرضات هنديات كنا يقمن برعاية المسنين في الدار منذ سنين. الحادثة أثارت موجة سخط ووجع كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأ بمنشور الناشط محمد المقبلي. محمد كتب في منشوره: جريمة دار المسنين وعلاقتها بنشر الذعر العام. العملية الإرهابية في دار المسنين، التفسير الواضح إن الترهيب والإرهاب موجه سياسيا. لو تأملتم قليلا ستدركوا أن هذه الجريمة لها علاقة بشيء اسمه صناعة الذعر العام. وأصحاب الخبرة التاريخية في صناعة الذعر في المجتمع اليمني معروفين تماما. كل الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين وكل الأفكار القائمة على الذعر هي وراء ذلك. منشور آخر لعدنان هاشم كتب على ذات الموضوع، نشوف منشور عدنان. عدنان كتب: من ارتكب مجزرة دار العجزة في عدن هو ذات الفصيل الذي ارتكب مجزرة مستشفى العرضي في صنعاء. أينما توجد الحكومة يظهر تنظيم الدولة والقاعدة فجأة فيذهب إلى المستشفيات لإثارة الرعب. ليس خلطا للأوراق فحسب، بل هو تمزيق لآخر ورقة يعول عليها، إما أن ينتصر أو ينتحر. إذن يتفق محمد وعدنان وغيرهم كثير إن الهدف من هكذا عمليات هو إثارة الرعب والهلع في نفوس الناس ضمن عملية صنع الرعب، الهدف الأساسي لهذه الجماعات. وبعيدا عن الهدف والأسباب، يبقى المواطن البسيط وحده الضحية ومن يدفع الثمن غاليا. ولا عزاء ولا مواساة لهؤلاء إلا بفرض هيبة الدولة وإنهاء الاختلالات الأمنية الحالية والقيام واجبها على أكمل وجه. وعلى سيرة الحرب، فقد أصبح للحرب في اليمن ملكة جمال. نعم، ملكة جمال الحرب اليمنية هي السيدة اليمنية نسمة الكميم. نسمة قامت بإنزال صورة لها وهي ترتدي الزي اليمني. الصورة تحوي على تفاصيل المرأة اليمنية التقليدية التي تمثل الغالبية العظمى لنساء اليمن، وأيضا تلخص طريقة حياتهن المليئة بالمشقة كما هو واضح من الصورة، وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية. صورة نسمة ما إن قامت بنشرها حتى تم تداولها على نطاق واسع تجاوز مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى عدد كبير من المواقع والصحف العربية والدولية، واشتهرت بلقب ملكة جمال الحرب اليمنية. الكثير كتب عن الصورة كما قلنا لكم، واخترنا منها منشور الكاتبة والناقدة السينمائية هدى جعفر. الكاتبة هدى كتبت على الصورة وقامت بقراءتها قراءة دقيقة، نشوف منشور الأستاذة هدى. هدى كتبت في منشورها:
ملكة جمال الحرب، هذا ما أطلقه مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي على صورة السيدة اليمنية الجميلة نسمة الكميم، والتي نشرت صورتها متندرة على الوضع الحالي في اليمن. ترتدي نسمة أحد الأزياء الشعبية وتحمل على رأسها حزمة حطب لاستخدامه في أغراض الطبخ بسبب انعدام الغاز في عدد من المحافظات، وأيضا غالون الماء الذي يحمله اليمنيون من أجل نقل الماء في ظل انقطاع المياه قرابة العام حتى الآن. وربطت حول خصرها الخيزراني ميني لوح شمسي لشحن التليفون. حاولت نسمة الكميم أن تقدم ملمحا عما يحدث في اليمن بطريقة لا تخلو من الفكاهة والمرارة في آن. نسمة تستحق ملكة جمال الحرب لأنها جميلة فعلا، ولأنها تحاول الحياة في ظل هذه الدماء والجنون واسترخاص روح الإنسان. شكرا هدى على هذه القراءة، وشكرا نسمة لهذه الملحمة الصورية البديعة والتي كما اختزلتها هدى فقد جمعت تفاصيل صغيرة تحوي اليمن الكبير. وبعيدا عن الحرب وأجوائها المرهقة، ننتقل إلى برنامج The Voice Kids الذي توج في حلقته النهائية هذا الأسبوع اللبنانية لين الحايك الفائزة بلقب أحلى صوت. حازت هذه المسابقة على نسبة متابعة كانت مثار اهتمام لليمنيين أيضا، ولكن بطريقتهم الخاصة كالمعتادة. فقد أثار البرنامج لدى الكثير من اليمنيين عدة تساؤلات مخلوطة بالتحسر على أطفالنا الذين يعيشون أجواء الحرب، محرومين حتى من شبه حياة مقارنة بأقرانهم من بلدان أخرى مستقرة. وهذا ما كتبته الزميلة الإعلامية أماني علوان في منشور بصفحتها. أماني تساءلت، تقول السيد والزعيم وهادي يتابعوا The Voice Kids، أما نخليهم يشوفوا أطفال العالم العربي وين؟ وأطفال اليمن وين؟ الله لا ألحقهم خير. شكرا لك يا أماني على هذا التساؤل. وننتقل إلى الكاتب والصحفي القدير حسن عبد الوارث، وكما عودنا قلمه الرشيق والأنيق، فقد كتب بالكثير من الأسى واختزل مساحات من الحزن النبيل على الطفولة المغتالة في بلادنا. نشوف منشور الأستاذ حسن. الأستاذ حسن كتب في صفحته، طفولة بلا ضحك بلا غناء بلا لعب هي غابة موحشة. عشت الليلة حالة استثنائية من جموح وألق وعذوبة الطفولة التي أفتقدها منذ زمن بعيد ويمنا أبعد. أعادني The Voice إلى دائرة التوازن الإنساني المفقود، وأسلمني إلى جناح الريح الدافئة في حالة تصالح استثنائي مع الذات التي علكتها دوامة الحزن والحيرة والقلق والخوف من الآتي. حزنت كثيرا على أطفال هذا البلد، فقد دهسنا أجمل وأروع وأرق ما في طفولتهم بوحشيتنا، بحقارتنا وهمجيتنا وعنجهيتنا. نحن نقتل الطفولة في هذا البلد، وهذه جريمة تكفي لإصابتنا باللعنة السماوية مدى الحياة. والآن خلونا نشوف مقطع من أغنية كاظم مع فريقه في البرنامج، وهي الأخرى تلخص حالة الطفولة في وطننا العربي. نتابع. تذكر كلما صليت ليلا ملايينا تلوك الصخرة خبزا على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا. تذكر قبل أن تغفو على أي
جرح الملائكة النوارس، قلبي على جرح الملائكة النوارس، إني أراهم عائدين من المدارس، باست جبينهم المآذن والكنائس، كتبوا لكم هذا النداء، وطني جريح خلف قضبان الحصار، في كل يوم يسقط العشرات من أطفالنا، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ هذا الدمع جفت ضمائرهم. كل يوم يسقط العشرات من أطفالنا، وإلى متى؟ ومن The Voice Kids إلى مسابقة النجم الصغير على قناة نون الفضائية، والتي تأهل إلى نهائيات المسابقة الطفل اليمني أمجد الخولاني بعد أن أبهر لجنة التحكيم بأغنية محبوبة اليمن. نسمع أمجد ومحبوبة اليمن. أمجد، يعني في أحدكم راح يأخذ هذه النجمة اللي تؤهلك للحصول على النجمة الذهبية، وتكون أنت أحد المرشحين للعروض المباشرة؟ هل أنت مستعد لهذا التحدي وهي المرحلة الجديدة؟ أكيد، إن شاء الله. إن شاء الله. حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، ونعشت فيها لجلها عاني، وانغبت عنها كم لها حنيت، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن. يا لا من قال محبوبت كمان قلت اليمن، من قال محبوبت كمان قلت اليمن. الله عليك يا أمجد، يا منشدنا الصغير ويا نجمنا الكبير. مشاهدينا الكرام، نتمنى منكم دعم أمجد في مسابقة النجم الصغير على قناة نون الفضائية، ونتمنى له كل التوفيق. والآن خلونا نختم الفقرة مع زميلنا المبدع ضياء علي وآخر إبداعاته الساخرة، وهذه المرة الشخوة. ويا جماعة، الأخضر وصل، نتابع. فيسبوك 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 الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة الفاشلة، الحرب. فيسبوك شخوة شخوة. نحذر بكل جد من أي اعتداء. السفير الأمريكي يتصل، ولكن ولو الصمود، الحرب. إسرائيل بلاك ووتر، المافيا، مافيا المخدرات، والمتوحشون التكفيريون المجرمون. ثم بلاك ووتر مخدرات المجرمون،
وكذلك الإماراتي والداعشي والقاعدي، ولا هو الجنجويد هناك شخوة. نروح الآن فاصل قصير ونعود لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج، خليكم معنا. المرأة اليمنية في يومها العالمي، كان هذا هو موضوع حلقتنا هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام. وطرحنا عليكم التساؤل التالي: أين هي المرأة اليمنية من هذا اليوم؟ وما الذي ترغبون بقوله لها بهذه المناسبة؟ والآن نستعرض معكم أبرز التعليقات، ونبدأ بتعليق لمحمد ناصر المقبلي. محمد كتب في تعليقه: تأتي الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة في اللحظات التي شهدها مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق هاشتاج نحن أبناء بلقيس، وهذا اعتزاز حقيقي بالانتماء إلى المشروع الحضاري للمرأة اليمنية ممثلة بالملكة بلقيس. تعليق آخر لأكرم باحشوان، والذي كتب أيضا: كانت وما زالت المرأة اليمنية حاضرة في كل مكان وزمان، ما إن أتت ميليشيا الظلام أضاعت حق الأنثى في مجتمعنا اليمني، لكن حتما ستعود المرأة اليمنية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إلى دورها في القريب. أما عن قولي للمرأة اليمنية في هذا اليوم: كل عام وأنت كل المجتمع ونبضه. شكرا يا كرم يا مبدعنا. وننتقل الآن إلى تعليق آخر لأسامة الفهيدي. أسامة كتب: ثم التحول يعاني مخاضا عسيرا، تحاول المرأة اليمنية صياغته لنفسها. لوحظ هذا التحول جليا في انخراط المرأة في الثورات الربيعية، أذهل الجميع حضور قوي وانخراط في العمل الطوعي والأنشطة الاجتماعية والتوعوية. من المؤكد سيخلق واقعا جديرا للمرأة اليمنية، ربما سيضع حدا للمعاناة التي تكبدتها خلال العقود الماضية. المرأة اليمنية تمتلك عقلية إبداعية فريدة تماما كأخيها الرجل، لكن للأسف تظل هذه العقلية حبيسة الجهل والفقر والتهميش، وربما لا ترى النور. لكن بمجرد أن تكون هذه العقول خارج الوطن وتحظى بالعناية والتعليم اللازمين، تتفجر تلك المواهب ويستفيد منها غيرنا. إذن أسامة الفهيدي اختصر الكثير بتعليقه، كل الشكر لك أسامة. وننتقل إلى تعليق نادية محسن. نادية كتبت: المرأة اليمنية عادت لعصر التعب والشقاء بسبب الانقلاب، أصبحت تعاني. تعليق آخر لإسماعيل عبد الرزاق. إسماعيل كتب: تظل المرأة اليمنية هي المظلومة والمكافحة في زمننا، بينما في الماضي كانت هي الملكة والحاكمة. هنا يمن بلقيس وأروى. نختتم بآخر تعليق لعديل العريقي، والذي كتب: المرأة اليمنية عانت وما زالت تعاني الكثير في اليمن في المجتمع القبلي من اضطهاد وظلم ومصادرة حقوقها في التعليم وغيره، لكن في المناطق المتمدنة والمتحضرة كتعز وعدن أثبتت المرأة نفسها وأخذت حقوقها. وفي هذا اليوم أهنئ كل نساء اليمن وأقول لهن: واصلنا كفاحكن وأخذ حقوقكن ونحن معكن. بهذا التعليق نختتم هذه الفقرة ونروح للفقرة التالية. وفي فقرة ديليت لهذا الأسبوع سنتناول موضوع قرار الحوثيين وقف إفادة طلاب للدراسة في الخارج بحجة عدم وجود ميزانية كافية. خلونا أولا نشوف الوثيقة.
كما رأيتم تظهر الوثيقة أوامر للجنة الثورية الحوثية بوقف الدراسة الجامعية والتأهيل الوظيفي في الخارج لعدم القدرة المالية وتجميد القرارات الصادرة بشأن الاستمرارية للوافدين في الخارج. هذا يعني أن الطلاب لن يستطيعوا مواصلة تعليمهم وبالتالي العودة مجبرين لليمن وخسارة مستقبلهم أيضا، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقة دراساتهم. هذا القرار سيتحمل نتيجته الطلاب في الخارج وبالتالي ستتضاعف معاناتهم الحالية جراء الغربة في سبيل بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم. نحن لن نناشد الميليشيا لأنها تظل بالأخير مجرد ميليشيا، ونتمنى من حكومة الشرعية التحرك وإيجاد حلول بديلة تقلل الخسائر وتساعدهم. والآن خلونا ننتقل إلى فقرة تاتش. هذا الأسبوع في فقرة تاتش اعددنا لكم تقرير حول اختراع أمريكي جديد يجعل بإمكان الرجال الذين يستعدون لاستقبال طفل في حياتهم ودخول عالم الأبوة معرفة ما تشعر به الأم أثناء مرحلة الحمل، فالأب الآن بإمكانه مشاركة الأم تلك اللحظات. تابعوا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ويام مختار. للرجال فقط، خاصة أولئك المتزوجين منهم، تخيلوا لو كان بإمكانكم الإحساس بركلات جنينكم الجديد وهو ما يزال في رحم أمه. صار هذا ممكنا الآن، فقد ابتكرت شركة أمريكية حزاما يمكن الزوجة من الإحساس بركلات الجنين في بطن زوجته. يلبي هذا الابتكار شغف كثير من الرجال مشاركة الزوجة مشاعر الحمل لشدة حماسهم بالمولود الجديد، خاصة إذا كان طفلهم الأول. سيتمكن الرجل من الشعور بطفله وبركلاته وحتى نبضاته، وسيعيش ما كان حكرا على الأم فقط. العلم بتطوره جعل ما كان مستحيلا بالأمس ممكنا اليوم. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد، ونتمنى أن نكون وفقنا بها ونالت إعجابكم. ولا تنسوا زيارة صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. وبالأخير هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من منتجات البرنامج إلهام عامر وكافة طاقم البرنامج. نلقاكم على خير الأسبوع القادم. إلى اللقاء.